وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: ما حكم الدجاج البرازيلي، وخاصة قد كثر عليه الكلام بأنه لا يذبح على الطريقة الشرعية، وقيس على ذلك اللحوم المستوردة من الخارج؟ أقول ما اختاره سماحة شيخنا الشيخ الفوزان، أن الأصل في هذه المسألة قول ربنا عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الآية، وأنه لابد من شروط في الذبيحة، إذا صلحت قصدها والنية فيها والتسمية والقطع في محل القطع كقطع الودجين، فهذه شرائط إذا توفرت في الذبيحة قبلت من الكتابي ومن المسلم، وإذا لم تتوفر لم تقبل لا من الكتابي ولا من المسلم، على ما اختاره شيخنا الشيخ صالح الفوزان. وعلى ذلك فإذا غلب على الظن أنها تذبح على غير الشريعة، وتأكد لك ذلك من الثقات أو برؤية العين الجارحة أنها تذبح على غير الشريعة، كأن تكون موقوذة أو متردية أو نطيحة أو بعصا أو باستخدام الرصاص أو باستخدام الصعق الكهربائي إلى غير ذلك من المسائل التي تكون بطريقة الذبح الذي تشتهر في تلك البلاد التي هي على غير الشريعة الإسلامية، فإنه بذلك لا ينبغي أن تؤكل هذه الذبائح، ولا ينبغي أن تشترى هذه الذبائح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فوضح ربنا تبارك وتعالى أن التي ماتت بالخنق أو وقزت، يعني ضربت بعصا أو بشيء بحديدة، أو متردية أي ألقيت من مكان عالي، أو نطيحة جلست تتناطح مع صاحبتها حتى ماتت إحداهما، أو أهل لغير الله يعني لم يسمى عليه اسم الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الأنواع من الذبائح، فهذه لا تجوز. فإن تأكد لك ذلك أيها السائل المبارك فلا يجوز أن تؤكل لا من الكتابي ولا من المسلم، لا من الكتابي ولا من المسلم. ثم قال الشيخ وفقه الله لكل خير، قال: ونحن بحمد الله في أرض الحرمين، في بهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، فيه غنية وكفاية الحمد لله، وهناك من هذه الذبائح ومن هذا الدجاج ما يذبح على الطريقة الإسلامية الشرعية المرعية، وما يكون طازجا وجيدا، فيكفيه ذلك والحمد لله رب العالمين. فإن تبين لك أن هذه الشركة أيا كانت، برازيلية أو فرنسية أو أيا كانت، تذبح على الشريعة الإسلامية وتذبح بالشرائط الشرعية المرعية، فيجوز أكل ذبائحهم ويجوز أكل ما يقدمون من اللحوم. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وعن الله على ذكره، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.